ولا أفكر في التواصل معه. عيد الله خليك. عايدة تقول رأيت أني أقيد يدين شاب بسلك حديدي. طبعا أيوة. هي عزباء ولا تعمل، وكانت تربطها بهذا الشاب علاقة من زمان. نعم. وانتهت ولا تفكر في العودة. طيب. يعني هي تركت تقيد. الشاب هذا أيوة. وقيدها بسلك حديدي. قيدها بسلك حديدي يعني إنها وضعت له حد نهائي. فلا هذا الشاب قد يدل على كل ما يتقدم لها. هي هنا هي حطت للشاب هذا، ولكن الشاب قد يكون دلالة على كل من يتقدم لها. فهل كان هي رفضها للشاب هذا بسبب إنه شو هذا ورد؟ الله أعلم. هل كان رفضها مبرر ولا غير مبرر؟ إذا كان غير مبرر معناته راح تعيد نفس المشكلة معها مع الآخرين. جميل. فلازم تراجع نفسها.